طيب اوكي، احنا كذلك في الماشين ليرنينج بيزكس ويذ كيراس في جزئيه التوتوريال في التنسور فلو، كذلك بعد ما شفنا الايمج كلاسيفيكيشن بدنا نشوف التكست. يعني شفنا الايمج ببساطه شديده جدا جدا، انه مجرد انه انت تقرا الايمج فبصير بتعامل معها كاري، سواء كانت الاري هذه انه يعني 2 دي او ممكن تكون انه لو كانت ملونه حتصير 2 دي ضرب للشانلز اللي عندك موجوده في نظام الالوان. فخلينا نشوف الان التكست. هاخد منها نسخه. طبعا برجع بكرر لك انه احنا هنا في الداتا ساينس انه انت بتشتغل نظام وصفات، تاخد وصفه معينه وبتخصصها للبروبلم تبعتك وبتبدا يعني لغايه لما تصل لمرحله معينه انه انت فعلا بتصير انه انت تكتب الوصفه من A to Z. تمام، فخليني اخد انه اعمل سيف للاوتبوت واعمل رينيم لهاي الداتا سيت اللي احنا بدنا نشتغل عليها، هي ال IMDB، اكيد بتعرفوها صحيح، موفي ريفيوز داتا بيز. هاي ملهاش لازمه. تمام، هنا import للماتبلوت او اس ار اي عشان بده يقرا ملفات ويتعامل يلف على الدايركتوريز اللي موجوده في ملف. تمام، وفي هنا عندي الشو يوتيل والسترينج، هنا تنسور فلو اس تي اف، ومن التنسور فلو ايش عمل import كيراس لايرز لوسز بري بروسيسنج بالاضافه ل تكست فيكتورايزيشن. زي ما الايمج احنا حولناها من بيكسل لاري، هنا نفس الشيء، انا عندي التكست مش هنتعامل مع كلمات او حروف، ايش بدنا نتعامل؟ بنتعامل مع فيكتورز، بدنا نحول الكلمات لارقام، هنشوف كيف. كيف؟ هاي في الماشين ليرنينج بيزكس تكست كلاسيفيكيشن. اوكي، نشوف الفيرجن. هنشتغل على السنتمنت اناليسيس. سنتمنت اناليسيس هنستخدم لارج موفي ريفيو داتا سيت، هذه داتا سيت مشهوره. الفيرجن عندنا طلع 2.4 بس حملت البيب اللي فوق، حملتها. ما انت بتاخذ النايتلي شوت او احدث فيرجن. تمام، ملهاش داعي كتير يعني. طيب الويب سايت هذا اكيد عارفينه، IMDB. The world's most popular authoritative source for mobile TV celebrity content. فبقدر انه انا اوجد مراجعات، مثلا بدي انا اشوف اقرر احضر فيلم معين بدي اشوف المراجعات تبعت الفيلم هذا، هل هو كويس مش كويس، فبشوف الريت او الريفيو تبعه. طبعا الافلام مقسمه لافلام وثائقيه، هيستوريكال، كوميدي، الى اخره من الشغلات هذه. تمام، في كثير من الناس على فكره انه لما بده يحضر فيلم معين بروح يعني بدخل هنا وبشوف انه ايش الموست ريفيوز او ايش اكثر انه مراجعات ايجابيه او سلبيه لافلام معينه قبل ما يقرر انه هو يحضرها، لانه وقته ثمين، انه هو بده يعني يقضي ساعه او ساعتين من الوقت انه يحضر فيلم، بده يحضر فيلم كويس صح؟ حتحس حالك ضيعت وقت كتير. طيب على ايش بتحتوي؟ على 50,000 موفي ريفيوز. تمام، مقسمة 50,000،
مقسمة 25 للتريننج و 25 للتست. متخيل التست قديش؟ 25,000. يعني هل في احتمال للبايس؟ مستحيل. والمطلوب انه انت تعمل تشوف الريفيو هذا كتكست وتصنفه انتو تو كلاسز اللي هو بوزيتيف ونيجاتيف ريفيو. بوزيتيف انه انت تقول انه والله الفيلم هذا كويس ومفيد والمشاهد محبوكه و و او تجي تقول انه ممل طويل كتير اوفر الاخراج تبعه سيء. طبعا الداتا سيت هذه وين موجوده؟ هي في الملف المضغوط هذا، تمام. وبدنا نستخدم الجيت تياف كيراس يوتيل جيت فايل. انا شغلت هاي، شغلتها. وايش بدنا نديله الملف هذا؟ وما دام الملف هذا انه اصلا تار جي زد، فبتقول له بقول له انتر بتساوي ترو، تمام. فبروح بفرط لي وبعديها هنا الداتا سيت دايركتوري، فبعمل او اس باث جوين. طبعا هذه الشغله انا بسويها عشان انت عندك السلاش في الويندوز وفي اللينكس انه عكس بعض. في لينكس انت عندك فورورد سلاش، وفي في الويندوز باك سلاش، تمام. فبتروح تعمل جوين للدايركتوري نيمز على حسب السلاش الموجوده في الاو اس، فبتستخدم او اس باث للجوين. بس هذه هي كل الفكره، تمام. الان بدك تستعرض كل المجلدات اللي موجوده انت عندك هنا في هذا المجلد. فعندك او اس ليست دي اي ار، هذه كلها اوامر او كود بايثون. ممكن تستخدم الكود تبع لينكس، تمام، ولكن هنا انه ممكن تستخدم الكود تبع البايثون، فبالتالي انه بيكون ستاندرد ممكن تستخدمه وين ما كان. وشوف لي ايش في عندك. مجلد للتست، مجلد للترين، بالاضافه للفوكاب. ايش الفوكاب؟ فوكابلري، اللي هو كل الكلمات المذكوره في كل الريفيوز. هذه بتستخدمني او يعني بتلزمني في الفيكتورايزيشن، بالاضافه للريدمي معلومات عن الداتا سيت هذه، وبالاضافه ل imbder.txt. هذا الملف مش عارف ايش المحتوى تبعه، تمام. طيب بدنا نجيب التين دايركتوري، فايش بدنا نعمل؟ جوين للباث بين ايش؟ للتريننج داتا والترين، مجلد للترين اللي هو المجلد الفرعي هذا اللي جوا. فعملنا عشان هيك كمان مره جوين للدايركتوري، تمام. ايش جاب لي؟ عندي انا مجلد للبوزيتيف ومجلد للنيجاتيف، وهذه الداتا سيت اصلا مجوبه من الانترنت. فحتلاقي اليو ار الز للبوزيتيف ريفيوز واليو ار الز للنيجاتيف ريفيوز الاصليه اللي موجوده على الانترنت، تمام؟ بالاضافه لملفات ثانيه انه اوريدي في جامعه ستانفورد انه استخرجوها من هذا المجلد. احنا ايش بدنا نركز على؟ البوزيتيف سب دايركتوري والنيجاتيف سب دايركتوري. فايش بدنا نسوي؟ كمان مره بدنا نعمل جوين، بدي اخذ سامبل فايل عشان نشوف ايش محتواه، كيف بدنا نقراه؟ with open. طبعا ال with مش عارف اذا انا حكيت لكم عنها في البايثون، انه هي بتعمل لك سكوب جديد، تمام، وبتروح لحالها بتعمل كلوز للفايل. فبالتالي السكوب هنا للاف هذا انه بينتهي بنهايه هذا السطر خلاص. فبيعمل لك برنت للاف دوت ريد. ريتشل writes and directs this award-winning short film. ريفيو هذا، تمام. الريفيو هذا ممكن انت تشوف قديش الطول تبعه، كم كلمة، كيف لين،
كيف؟ لا هو باي ديفولت انه كيف؟ بترجع ليست. كيف؟ لست فاضية. طيب اوكي التكست هذا التايب تبعه يعني مش عارف هنا برجع as a string كيف؟ read وصلت لنهاية الفايل وأنا بعمل كمان مرة read فبالتالي empty string فإيش بروح بسوي؟ بحط هذا in a variable t بتساوي وهنا بطبع t وهنا اللين تبع t.split يعني الريد أصلاً تصل لنهاية الملف زي هيك هنا في عندي أقواس زيادة وهذه ملهاش لازم 126 كلمة أوكي إيه؟ إنه أصلاً أنت عندك الريد إن أنا يعني هنا عملت ريد مرتين فالريد الأولى وصل البوينتر انت عندك لنهاية الملف بتقول له read كمان مرة خلاص للإند أوف فايل وصل للإند أوف فايل فبالتالي nothing to read فبالتالي بيرجع لك empty string أو إنه أنت بتعمل يعني seek وتحط له zero نعم أوكي طيب هنا بقول لي إنه المين دايركتوري أنت عندك مثلا إنه بدنا نعمل هنا load للداتا سيت من دايركتوري فأنا عندي هاي المين دايركتوري فحيكون المجلدات عبارة عن classes وهذه برضو حنستخدمها في الايمجز تمام والملفات عبارة عن سجلات فبالتالي إنه هاي class A هو عبارة عن مجلد فرعي من المين دايركتوري تمام في عندك A text 1 A text 2 هدول كلهم تبعين للكلاس A وهنا هدول تبعين للكلاس B ف واضحة الستركشر بالنسبة لك صح؟ واضحة؟ بالضبط نعم فالآن هنا هيعمل ريموف لهذا الدايركتوري لأنه احنا بدناش يعني أنا تعال استعرض المجلدات اللي عندك هنا في عندي الترين وفي عندي التست في عندي الانسب الانسب هذه عبارة عن مجلد فرعي وين موجودة موجودة جوات الترين هاي هذا وين انا في عندي مجلدات هذا عبارة عن فايل هذا مجلد 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 هذول الباقي كلهم فايل فجيت هنا في الترين ايش بدي اسوي بدي اشيل هذا المجلد عشان ما يعتبروش كلاس فايش راح سوى تمام ريموف دايركتوري عمل جوين للتريننج دايركتوري والانسب وراح عمل ريموف تري لكل دايركتوري هذا ليش عشان ما يعتبروش كلاس هنا عرف الباتش سايز 32 والسيد 42 انت في عندك في الكيراس في عندك هنا كيراس بري بروسيسنج تكست داتا فروم دايركتوري وهنا حتلاقي واحدة ثانية ايمج داتا فروم دايركتوري حتلاقيها حنستخدمها في الايمج تمام ايش اديته المسار المجلد واديته الباتش سايز ولحاله راح يقسم لك
train و validation. الترين هذه راح يقسمها لفاليديشن تمام، واسم السبسيت التريننج والسيد بتساوي السيد. ليش السيد هذه؟ عشان كل مره انت تعمل رن يختار نفس السيت للترين ونفس السيت للفاليديشن تمام. عشان النايتلي شوتس. اوكي طيب مليني اياها. بيب انستول بس. لازم اعمل ريستارت للران تايم تبعي عشان ياخذ الفيرجن الجديده. اوكي هنا بنشوف عمر ستارت من هنا ريستارت ران تايم. هذه بالمناسبة مفعل فيها الجي بي يو حقيت انا بضغط فيها من هنا ترمينيت. وارجع اعمل ريكونكت مرة ثانية لانه مش راضي اعمل ريستارت بالطريقة الاعتيادية. كيف؟ شغال ايش؟ كنوت بوك مفتوح لكن مش ال لا بعمل ترمينيت كل حاجه ويل بي لوست. بالمناسبة عشان تفعل الجي بي يو من هنا انت عندك في الران تايم في عندك تشينج ران تايم تايب، وهنا تختار الهاردوير اكسلريتور عندك جي بي يو تي بي يو. حكينا التي بي يو هي عبارة عن تنسور بروسيسنج يونت، هاردوير يونت خاصة بجوجل يعني زي الجي بي يو بالضبط. شوف الفيرجن وهنا 2.4. اوكي
شوف الدايركتوريز، نستعرض للترين، نقرأنا الفايل، هنا بدنا نحذف الانصب، وهنا جاب لك 25,000 فايل belonging to two classes، تمام؟ واستخدم لك 20,000 للتريننج. ليش 20,000؟ لانه احنا حكينا فاليديشن سبليت 0.2 20%، فبالتالي 20,000 للترين و5000 للتست، للفاليديشن عفوا مش للتست. التست 25,000 بالضبط. هجيت حياخد 1 باتش، الباتش هنا قديش حددناها؟ 32. طبعا كل 32 فايل حيعتبرهم 1 باتش، فهنا حياخد 1 باتش، تمام؟ وهنا في الباتش هذا راح لف على 3 ملفات، هاي الريفيو الاول، الثاني، الثالث، 0 نيجاتيف، 0 نيجاتيف، 1 بوزيتيف، او العكس. استنى اقول لك ايش هو بعتبرهم. هجيت هنا بوزيتيف، ما دام هو صادفه بالاول فحيكون 0، 0 بوزيتيف، وهنا 1 نيجاتيف، فبالتالي انه هنا هذا بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف، تمام؟ هنا حط لي كلاس نيمز بالضبط. 0 correspond to negative، 1 correspond to positive. طيب هجيت هناخد ال validation data، حط هنا الشفل بتساوي false، عشان ما يصيرش في عندك overlap، انه هنا row val ds وهنا row train ds. فبالتالي هنا من ال validation split حياخد، تمام؟ بالضبط حيخزنهم هنا، والتست ديتا حيحملهم 25,000 belonging to two classes. طيب حكيت هنا بده يعمل pre process، ايش عمل؟ custom standardization، اداله ال input data، حولها ل lower case، ايش كمان؟ وعمل strip لل HTML، لأنه هذه عبارة عن إنه scrapped من الإنترنت، ممكن إنه يكون في عندك هنا HTML code، فبالتالي عرف زي regular expression إنه يستبدل ال break line ب space، و بده يعمل يستبدل اي تاج موجود انا عندي، او عفوا اي بانكشويشن موجوده عندي بسبيس، تمام؟ ويعمل ريتيرن لهذا الكلام، لهذا البري بروسيسنج. فهذا اليوتيليتي فانكشن الموجوده عندي. الان نيجي نطلع ل
المشكلة في التكست اللي هي الهاي دايمنشناليتي، انه انت عندك هاي دايمنشن، انه كل كلمة بيعتبرها كفيتشر، تمام؟ فايش بده يسوي؟ بده يروح ياخذ الريفيوز، تمام؟ ويشوف اكثر 10,000 كلمة متكررة، الريفيوز كلها، ويطلع منها الفوكابلري، ويطلع اكثر 10,000 كلمة متكررة، تمام؟ ويعتبرها هم الفيتشرز، والريفيو اللي فيها كلمات نادرة بده يعمل ديسكارد لهذه الكلمات، تمام؟ كنوع من الدايمنشناليتي ريدكشن، لانه انت هنا بدك تشوف هذا الكلام، هيو هنا الفوكاب، الفوكاب هنا ممكن انا اشوف لك هنا الاس الاصل لهذا الكلام، وبعدين سلاش WC بتجيب لي عدد اللاينز وعدد الوردز. عدد اللاين للفوكابلري كله قديش عندك؟ 89,000. تخيل انه انت عندك يكون في الانبوت فيتشر 89,000 نيورون، انه زيرو اذا كانت الكلمه موجوده او مش موجوده، وواحد اذا كانت موجوده. فهذه بدنا نعملها ريدكشن ونثبتها لغايه ال 10,000. وعشان انه انت تتاكد انه كل كلمه موجوده في سطر، ممكن انه احنا ايش نسوي؟ نعمل هيد لا هذا الملف، نجيب اول 5 اسطر ايوه زي ما انت شايف the and a of to، وبالمناسبه هذول اكثر الكلمات تكرارا، definite article والconjunction هذول من اكثر الكلمات تكرارا في اللغه، فبتلاقي انه هي موجوده في التوب تبعت الليست. شوف لي مثلا التيل تبعه، هتلاقي انه الكلمات هذه على ما اعتقد انه الاقل تكرارا. Italian born، peanut butter، drug centered، هدول الكلمات تكرارها قليل، تمام؟ فهنا اخذ قرار انه والله بدنا نعمل limit، لانه هذه شغله انه انت ممكن انه انت تجرب فيها، تقول والله بدي اخذ الماكس، انا بدي ازوده عندي ل 15,000 او 20,000 او بدي اقلله ل 5,000 وتشوف كيف النتيجه بتطلع معك. فهذه انه من الشغلات اللي انت ممكن تعمل فيها بلاي. هاجيت الفيكتورايزر، الفيكتورايز لاير هو عباره عن تكست فيكتورايزر. ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل بري بروسيسنج للتكست ستاندردايز، انه بدي استدعي هذه اسم داله، تمام؟ وهنا بدي اخذ الماكس توكن بتساوي الماكس فيتشرز، والاوتبوت مود عباره عن انتجر لانه انا حرجع انديسيز، والاوتبوت سيكونس حيرجع لي السيكونس لينث اللي هو 250. احنا لما شفنا طول اول ريفيو قديش كان؟ ١٢٦ على ما اذكر، صح؟ تمام؟ فحكيت هذه يعني انا عندي مشكله، ايش هي المشكله؟ انه انا عندي فوكابلري عالي، تمام؟ وعندي الريفيوز الاطوال تبعتها مختلفه. فايش بدي اسوي؟ رحت اخذت الموست 10,000 فوكابلري، فريكوينت فوكابلري، تمام؟ والطول الريفيو ثبتناه ل 250. الاكثر من هيك والاقل من هيك ايش بده يسوي؟ بده يحشيه، بده يعمل بادنج. مفهوم البادنج برضه هذا حيجينا في الكونفولوشنال نيورال نتورك. فالان الطول انا عندي 250، اوكي؟ فهي عرفنا
البادنج. الآن هاي الترين تكست داتا راح أعملها ماب لللامدا اللي هو الإكس والواي، تمام، وأخذ الإكس. وهاي الترينينج داتا راح أعملها فكتورايز لاير. هذا الكلام بياخذ شوية وقت لأنه عندك 25,000. وهنا فكتورايز تكست ايش اديته؟ التكست والليبل، عمل اكسباند للدايمنشن لتكست وماينس واحد، وعمل هنا فكتورايز للاستدعى الداله هذه او هذا عفوا هذا الانستنس، تمام، للتكست، وبروح برجع لي الليبل. الان حنشوف اخذ لي باتش مكونه من 32 ريفيو مع الليبلز تبعتهم، تكست باتش، ليبل باتش، نيكست، وعمل اتريت. لكل ما تعمل اتريت باخذ لك 32، الاتريت الجايه تعمل نيكست باخذ كمان 32 وهكذا، تمام. ايش عمل الفيرست ريفيوز؟ الفيرست ليبل ايش بتساوي؟ التكست باتش اوف الزيرو، وهنا الليبل باتش اوف الزيرو. ايش راح طبع؟ الريفيو نفسه والليبل نفسه. لاحظ انه انت عندك انه الشيب قديش؟ 250، 1 في 250، وهي انت عندك هذا عباره عن ارقام. الارقام هذه عباره عن ايش؟ عباره عن الانديسيز تبعت الكلمات، زي كانه ببني ديكشنري. متخيلين كيف؟ يعني انا بدي اخذ هذا التكست عشان بدي اخذ هذا التكست زي هيك، هاي بدي اسميه مثلا تي 1 بتساوي، اوكي جيجا بايت، او خلينا على تي، اي تي ارجع احط لك اياها هنا عشان انت تتخيل الموضوع كيف. اي تي شفته بعينيك، وهذا عباره عن 126 كلمه، صح؟ تمام. فايش بدي اروح بدي اسوي؟ بدي اعمل ديكشنري اسمه وورد دكت بتساوي، بدي اروح الف على الكلمات فور وورد ان تي دوت سبلت، واروح احكي انه اذا كانت الكلمه هذه موجوده مرت عليها سابقا، لا اذا كانت موجوده سابقا خلاص، اذا ما كانتش موجوده ايش بروح بديها اندكس جديد، تمام. وهنا وورد اندكس بتساوي زيرو، فهنا بروح بحكي اذا كانت في الديكشنري او بعمل نوت عشان بديش اعمل اف و الس، اوكي. اذا ما كانت موجوده في الديكشنري فاروح بحكي انه هاي بتساوي الوورد اندكس، تمام، وبزود الاندكس. بعد شي فريكوانسيز بديهم اندسيز، تمام. هنا شوف لي الوورد ديكشنري ايش بيجي بقول لك؟ انه كلمه فيل هذه الاندكس تبعها 76، هذه 78، هذه ليش تنتين؟ هذه مع دوت،
عشان هيك انه احنا بدنا نعمل بري بروسيسنج للبنكشويشنز. هذا التكست مش بري بروسيسد، اوكي؟ فبالتالي هنا فيل مفل، شايفها الاولى دوت والثانيه بدون دوت، الثانيه بدوت والاولى بالضبط، تمام؟ فهذه كل كلمه هذا الرقم ما بيمثل الفريكوانسي، راح استبدلها باندكس. وضحت الفكره كيف؟ كيف؟ بالضبط، حياخذ نفس الاندكس، تمام؟ بالضبط بالضبط، هو كل كلمة فيها اندكس واحد وحيد فقط، تمام؟ هجيت اللي بدنا نسويه هنا انه هي التي كمان مرة ايش بدنا نسوي؟ بدنا نشفرها لنستبدل الكلمات بإنديسيز. كيف ذلك؟ بروح بعرف لستة وبروح بحكي انه الوورد او ايش اسم الديكشنري تبعي، انا اسمه وورد ديكت اوف الوورد فور وورد ان تي دوت سبليت. بدي احط لك هنا برنت عشان يجيب لك اياهم في سطر واحد، وهنا بدي احط لك اياها برضو في برنت. اوكي، فكان انه اول كلمه انا عندي في التكست هي شايف اخذت اندكس 0، هنا اخذت 1، رايت 2 اند 3. هجيت اند هيها اول مره شافها، شوف لي اند وين موجوده كمان؟ تحتيها على طول، تمام؟ اللي هي عند جريف، جريف وذ جريف، اللي هي الاندكس تبعها 3. مش حتلاقيها متكرره هنا، وين حتلاقيها متكرره؟ هنا، تمام؟ يبقى هنا 0 1 2 3 4 5 6، هدول الكلمات لسه صدفهم من اول وجديد. وين انت حتلاقي انه رجعت؟ هاي 3، تمام؟ ف الان انت عندك انه مثلا انه الكلمه هذه، تمام، بدك تعرف ايش هي، بتروح تعملها زي دي كود انه بتشوف ايش الكي تبعها عندك هنا في هذا التكست. فبالتالي هذه هي الطريقة اللي انت تحول فيها الكلمات لأرقام عشان تقدر النيورال نتورك تتعامل معها، تمام؟ هاي الفيكتورايزر اللي بيسوي في هذا الكلام. طيب اجيت هنا، انت عندك هذا الاندكس، تمام، بده يجيب الفوكابلري تبعه، وهذا الاندكس بده يجيب الفوكابلري تبعه، بده يطبع كل الفوكابلري سايز. الفوكابلري سايز حيطلع معي يفترض 10,000، تمام؟ فبالتالي هذه الكلمه سايلنت هاي الاندكس تبعها 313، هاي الاندكس تبعها، تمام؟ نفس الفكره اللي انا سويت لك اياها. الان خلاص بعد ما جهزت الامور، خلاص هي هذه اللي بتلزمك انه ترين دي اس، رو ترين دي اس، وبتعمل ماب. ايش بتسوي الماب؟ بتروح بتلف لك على كل عنصر موجود وين في الرو ترين دي اس، وبتروح بتطبق عليها هذه الداتا. فبالتالي هذه حترجع لك ليست هي في ترين دي اس، ونفس الشيء بالنسبه للفال، ونفس الشيء بالنسبه للتست، تمام؟ هذه بس عشان يعمل تونينج للبرفورمانس امبروفمنت للاي او، لانه هذه العمليات انه بتاخذ اي او كثيره. الان بده يعمل امبيدنج، قديش الدايمنشن تبعتي؟ 16.
ايش اخذ اول لاير؟ حنتعرف الان على اول لاير جديد اسمه embedding layer. ايش الامبيدنج لاير؟ هو عبارة عن مش احنا حكينا انه هذا 10,000 تمام، وهنا راح اخذ لير صغير اسمه البندنج لاير اصغر منه. فهو ايش بروح بيسوي؟ بشوف بروح من خلال التريننج لوحده بتعلم انه بده يروح يشوف كلمات معينه يعملها مابينج لنفس المكان انا عندي في الفيكتور هذا. شو مال هذه الكلمات؟ بتكون ريليتد مع بعض. انه زي متلازمات، مثلا زي مثلا مجلس الشعب او مجلس النواب، بتلاقي انه هدول الكلمات انه متلازمات، فبروح بعملهم مابينج لون دايمنشن انت عندك هنا، نوع من الدايمنشناليتي ريدكشن. طبعا هذا الكلام كيف بتعلمه؟ بتعلمه من التريننج لوحده بتعلمه. فبالتالي هنا بتكون في عندك عباره عن كونكشنز للويتس زي هيك تمام، وبروح بعمل ادجستمنت للويت بحيث انه انت لما تعمل برزنتيشن لفيكتور معين هنا في الكلمات انه الكلمات هذه يعمل اكتيفيشن لمناطق معينه في الفيكتور هذا بهذا الشكل تمام. وهنا انا عندي الماكس فيتشر زائد واحد، طبعا زائد واحد لانه احنا بدنا نعمل بادنج للكلمات هذه اذا كانت انه اوت اوف فوكابولري بدنا نعتبرها unknown. وهنا بدنا نضيف لاير للدروب اوت. الدروب اوت هذا حنجي له هنا في درس الاوفر فيتنج والاندر فيتنج، انه واحده من اساليب انه انا امنع الاوفر فيتنج انه انا اضيف دروب اوت. كيف يعني؟ ايش فكره الدروب اوت؟ هو بروح بشكل عشوائي بروح بعمل الدروب للويتس اللي تعلمها ببروبابيلتي معينه تمام؟ انه بعد مرحله معينه من التعليم، بهدف ايش؟ بهدف انه انا امنعه من الحفظ. يعني تخيل انه انا بدي ادي لك مثلا 100 مساله في الرياضيات، وانت صرت انه انت تتعلم 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 ووصلت لمرحله انه انت بديت تحفظ، فايش بروح بقول لك؟ بعمل لك دروب لكل الاشي اللي انت حفظتها. ليش؟ لانه انا بدي اياك تفهم، بديش اياك تحفظ، بدي اياك تتعرف على انماط المسائل، مش بدي اياك تحفظ المسائل نفسها. فبالتالي هنا فبروح انه انا لما اعمل لك الدروب لكل الويتس اللي انت تعلمتها واللي انت رايح فيها باتجاه الحفظ، معنى ذلك انه انت راح تصحح وضعك وتصير انه لا انا بدي افهم اكثر ما انه انا بدي احفظ. هاي مفهوم الدروب اوت بشكل مبسط على الاخر تمام. طبعا هنا بعد الامبيدنج بده يكون في عندك هنا افريج بولينج، بدك تعمل افريج لهذا الكلام، واخر طبقه اللي هي واحد. ليش واحد؟ باينري، انه الكلاس يا بوزيتيف يا نيجاتيف. شوف لي السمري تبع الموديل. انا عندي اول طبقه امبيدنج، بعديها ثاني طبقه دروب اوت، بعديها افريج بولينج دروب اوت، بعديها دنس. انا عندي 160,000 باراميتر تمام. الوورد امبيدنج توتوريال اللينك بروكن. طيب اللوس فانكشن هي عباره عن باينري كروس انتروبي، لانه البروبلم هي باينري او الكلاسيفيكيشن هي باينري. وهنا احنا دائما كنا نعمل موديل دوت فيت. الموديل دوت فيت هذه بترجع لي انه ديكشنري اللي هو عباره عن الهيستوري تبع التريننج تبعي في كل اي بوك، وبخزنه عشان منه بعمل فيجواليزيشن، بعمل بلوت للايرور انه بيطلع وبينزل ولا كيف تمام. هنا اديته النمبر في اي بوكس 10، اديته التريننج داتا سيت، واديته الفاليديشن، واديته النمبر اوف اي بوكس. هاي اول اي بوك عشان حتى السيد اللي مش هتغير. نعم
لاحظ انه الجي بي يو مفعل، بس مع ذلك يعني في شوية بطء، لانه text classification فعلا انه انت عندك high dimensional data. احنا عندنا هنا الباينري الفال accuracy binary هنا 87، بدأت من 70 وصارت لغاية 87 فبتتحسن، هاي يخلص ال 10 ايبكس. وهنا انا عندي الباتش 625 باتش على حسب الباتش سايز. بنشوف نعمل evaluation، فطلع انه الاكيرسي عندي 87%. تمام. الان نيجي للبلوت. الهيستوري فيه شغلات كتيرة، ومنها اللي احنا بلزمنا اللي هو history.history، فبتحطه في الديكشنري. شوف الكيز اللي موجودة عندك ايش هتلاقي، اللي هي loss والباينري accuracy والvalidation loss والval binary accuracy. فاحنا بدنا نعمل بلوت الاكيورسي ايش بتساوي، الديكشنري هيستوري للباينري اكيورسي، تمام، والفاليديشن نفس الاشي، واللوس نفس الاشي، والفال لوس. ما دول هدول الاربعه كي رحت اخذتهم في اربع متغيرات زي هدي زي هيك، تمام. والابوكس انا والابكس انا عندي بديت من واحد لغايه اللينث تبع الاكيورسي، لانه هذه عباره عن ليست، النتيجه تبعتها يعني الفاليو، هذا الكي الفاليو هذه عباره عن ليست، وبدك ترسم لانه انت لفيت 10 ايبكس وبدك ترسم الاكيورسي في كل وحده، تمام، في كل ايبك. فبالتالي هنا تعمل بلوت للايبك باللوس بلو سيركل بي او، تمام، واضح؟ بي او بلو سيركلز، تمام؟ وهنا هذا بلو زي هيك. لو بدي ريت بحط ار، يبقى هذا التريننج لوس وهذا الفاليديشن لوس. وهنا بدي ارسم الابكس مقابل اللوس، وخلينا نشوف، شايف كيف؟ هاي بلو سيركلز وهذا الثاني بلو لاين. انا حطيت هنا بي بس وهنا بي او، فبتلاقي انه التريننج ايرور بيقل مع الايبكس، والفاليديشن برضه بيقل، بس نصل لمرحله معينه انه التريننج ايرور بيقل اكتر والفاليديشن بيضلوا زي هيك. فاكر هذه لما شفنا في الاوفر فيتنج بالضبط، هنا صار في المنطقه هذه انا عندي اوفر فيتنج، هنا صار يحفظ حفظ، تمام، لكن الفاليديشن لوس انه هي اعلى منه بهذه الطريقه، تمام. هذا بالنسبه لللوس. اما بالنسبه للاكيورسي كيف تتوقع المنحنى، طالع ولا نازل؟ طالع، هذا ايرور بتلاقيه نازل، تمام، بهذا الشكل. نفس الفكره، انت عندك هنا الفاليديشن اكيورسي اقل من التريننج اكيورسي، التريننج اكيورسي بدات تزيد وهذا بدا انه هو يثبت. تمام. Thank you.